هذه عندها حكايات. ايوا ماشي هذه وزير التحكيم لها حكايات وحكايات طويله. النهار اللي خرجتني فرنسا كان هو كان داير حانوت ودا السلعه منا في كاميون البيض من وهران. هي جا واحد يقول لها الحاج منصور الثاني الله يرحمه هو وياه يخدم هو وياه جابوا قبضوا هذاك قبضوا هذا الحاج منصور الله يرحمه. أيه هو تلقاوه في الطريق قالوا لي حصاي البيض ما تدخلوش راهم طوروا لي. أيه صح هو مشى للجبل طلع للجبل. أيه وهذاك الحاج منصور مسكين عرف بو ثمان أيام ومات. ثمان أيام طلعوا عليه بالعذاب مات هذا الحاج منصور. أيه وأنا قعدت قول بالك شهر ولا ما كانش شهر. وكانوا دائما يسولوا كل يوم يجوا ناخذ العرض ويقولوا يوم من الشهر وكيفاش من الشهر. خرجنا هذيك جدتي ولا يوسف يدخلوا على البصل اللي لقى روحنا دخلوا في الكامية دي ما واش ولدنا واش حنايا عندها 15 سنة قاعد عندي عايش قاعد. أي أنا كنت جاتني جداتي قعدت ندير لها في الفلاتة هكا نقولوا عاد 11 تعليمها ونهار السلطان وحياة محمد هذا كان في الجامع يقرا وكي جا قلت له جيب لنا بن محمد ما نقولوش باش ندير له فطور. ذا الوقت جات فرنسا الجدارمية والعسكر يا بدي أي تيمون فرحان عندي قال له بلع 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 ويلا هدينا الله رزيدور جا هو وياه هيا اللي حل الباب من القصوص حاشة عمر العساكر والجدارمية وانا قاعدة اقدر هيا قال لنا وين يمشي قلنا لها مشى الوهران نجيب السيارة هي قلنا هي ذاك قضية مسكين ذا لحقها اليوم الجدارمية يعرفوا كاع ولاد البيض يعرفوا العرب هيا مثل ما قال لنا عندكم 20 دقيقة رفدوا الشي اللي تبقوا وهي نوصلكم الفلاقة تاع المشكل هيا مشكل اليوم حطها مشكل اسمها الحكم وش الله يخلينا نمشوا على طريقهم ان شاء الله. امين 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 تبكي العيون كيف لا هذا شبان ما في السجن وماشي مع الحرب يقعد يبكي يبكي على اللي ما كانش معاه كاش في الصالون الحمد لله الشكر لله حاجة ما يحوش هذا بارك بولك واحد الاعلام اللي كان سعيد الله عليه والاعلام تاع 45 مليون اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي يقول لك بالله ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله انا قايش يتمنيك هذا واش واش بالينا الحجه والدنيا ما فيها واش بالينا الحجه اسمح لي احنا ما نعطيكش دي البيض كانوا فيها على بلها براسها كانوا فيها زعامة مثل مولاي إبراهيم تاعنا أبو أبو أودي إبراهيم هذاك هذاك حبيبي ما تجبدش أنا نروحوا باش نلقاها مع النظام مجاهد غير حماية البيض كان فيها لي جو ترانزي قول تاع لي جو ترانزي كان محطوط في البيض وعلى وعلى كل هذا قبل علاش كيما راه تهضر المرأة الجزائرية نتاع البيض ذاك الوقت المرأة اللي كتحمل المرأة اللي كتحمل المنطقة هذه
عذبونا حسبي الله في الوادي حياه محمد كان هنا عند خاله يقرا في وارق على بالك دار عواد باش يقرا باش يقرا زيدوا لي محمد دار عواد ودار خاله اللي عواد محمد ولده باش فرنسا ما تكسبش اخبار زيدوا لي والحمد لله الحمد لله شوف ولدي انايا قال لك الصافي يخرج معصبة انا الحمد لله خلاني والله في البال يا حلاسة وصد وقال لي ما تحسين كل ولا عارف لا قضيت والبزوز هذا همينا هذا وهذا همينا هكا يلعبوا اللي شديت لها ركاب والكفو والعود والصد قعدت غير نشوف كيما هكا نشوف نشوف حتى درك راسها هي والحمد لله مخطط ها جابونا البلاد راه حمص جابونا البلاد كلشي شوف كلشي انا راه ماكي شوف الحاجة غادي غادي الجماعه تاعي عاود يرجعوا لها ترجع لك كريمه وترجعوا لك بال بالكاميرا تاعنا مع الاذاعه ولي هذا شو هذا شو هذا يا ربي يا ربي سبحانك يا ربي استجبنا يا ربي يا ربي استجب دعانا يا ربي استجب دعانا يا ربي يا ربي استر العباد والإله يا ربي استر كما قال لك المخلوق الصالحين يا الهدي من ثلث اللي تلفوا الله يهديهم واللي صالحين الله يخليهم راني كي نشوف هذوك القراء صار يقروا تقرب عليا الدنيا واللي عنده ولد ما يقريش كيما ولا 8 سنين ولا 60 ولا